الا قطعتي البالوك ما غتشوفش هذوك الكلاب عندك. الكلب دراري بنت عندي الشات عطلات فلا معا يوم الفلاس مع كلاب. هذا الضاصر بالكلاب ديالو ولكن عطيتو قتله ديال العصا. هذا من هنا وواحد من هنا كتسمع شنقول لك غنفاريها معاك دابا. الكلب ديالي غير انتقم منك انت الكلب. يلا حيد بابا انا شو يونجي ما نتعطلش. السلام عليكم. واش الغزالات بخير؟ عليكم السلام. نعم اخويا شحال الخاطر؟ الدريات قولوا لي الا كنتو غتمشيو خلصوني حيت باغي نمشي نتغدى وباغي ندي الكلاب ديالي حتى هما يتغدى. راك اخويا بسم الله. بسم الله. ديال اش هاد جوج دراهمات؟ نتوما رايحين بالطوموبيله والنهار كامل نتوما كتباع السوق حنا كنحضروا لكم الطوموبيلات ديالكم وكتعطينا جوج دراهم حتى هما خصك تعطينا جوج دراهم. مال شنو هو؟ عا شنو درتي؟ شنو بالك نضال تبقاي تما من نيتك كتلوح عليا الفلوس واش من نيتك؟ شنو هادشي ولا بزاف ما بغيتش نعطيك اخويا ما بغيتش اش غدير؟ اش في جهدك؟ شتي نتوما اللي عنده الفلوس ما كيبغيش يخرجهم اش غندير معاكم؟ انا رست لكم الدجاجه وما تعطوني ما نعطيكم. اش كدير؟ رايحي. اش كدير؟ اش كدير ويلي من نيتك؟ اش كدير؟ الدجاجه هادي انا مع راسي عا كتبقى شيوم كيصلخو فيا وما درتش والو. داري اسمع اش نقول لك. اسمع انا غنمشي نتغدى واللي شديتيه فرقعو ما تبقاش تحل ليا في البشاره صاحبي رانا لاعقه. صافي يلا نعول عليكم. دراري بنت عندي الشات عطلات كما كاينه شي حاجه انا راه مبرزط. ما تبرزط ما والو الشاف تكون مع صحاباتك راه دابا تجي. راه قبيله عيطات لي وقالت لي انا جايه الشات عطلات. فين غاده؟ حنا نوريك نعرفك على الواليد انت درتي فينا خير كبير وضروري خاصك تجازى عليه. الله يسمعنا اخبار الخير في هذا النهار هذا على خاطري ما مهنيانيش. يا زوج بابا جبت لك واحد الضيف جديد. مرحبا بالضيف ديالنا جا من عند بنتي. مرحبا به. مرحبا سيدي. قولي لي يا بنتي فين عرفتي هذا السيد هذا؟ فين تلاقيتي معاه؟ اش غنقول لك بابا هاد السيد دار فينا اكبر خير. كنت واقفه في ستاسيون انا وصاحبتي وجا واحد الكارديان احنا واقفين عادي قال لي خلصيني بغي نمشي نتغدى عطى جوج درهم ويلوح لي على وجهي في الاخر ملح لي على وجهي. اش غنقول لك طلع بغى يهرس لي الزاج ودار لي حاله وبغى يضربني ويجي السيد ويعتقني عطى العصا وكي حنا ما عرفناش واش مات ولا بقى حي ولكن حيت عطى عصا نيت هذا تجرأ وطلع فوق الطوموبيل وبغى يادي لي بنتي. هذا غنصفيه عليه هذا غنفنيه. هذا الضاصر بالكلاب ديالو ولكن عطاتو قتله ديال العصا. ولا بغيتي نخدم معاك انا معاك ما خدام ما ردام. انا ما بغيتش الحقره من باليه مع ديال الدريات كنحمش الحقره. ولا بغيتي انا معاك عندي البيرمي عندي اي حاجه بغيتيها. مزيان مني عندك البيرمي عندك البيرمي دابا غنمشيو حيت انت كتعرفو وشفتيه شدات الساروت هذا طلع صوب. واخا نعم سيدي. يلا طلعوا الدراري هز هذاك الكرسي.
يلا سيري انت ركبي في الطوموبيل وسيري دوري شويه نشوف صاحبتك. واخا باباش. يلا. زكريا امشي هتجيب لي هذوك الكلاب. كون خاطرك الشاب. يا حبيبي هل هل درس لا 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 درس خش لا 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 طلع نصفي عليهم اليوم انا دوك الكلاب دار لي مع بنتي انا اي واخا الشاف ما يمكنش الو باروش جاوبتي على باروش شكون معايا بارك امل تخسر الهضره ولا غنقطع من الاخر الا قطعتي البالوك ما غتشوفش هذوك الكلاب عندك الكلب انت تجرأ وتبغي تهرس الطوموبيل ديال بنتي غنفاريها معاك غنصفيها لك غنمحيك سمعتيني انت كلب ميكروب نعفط عليك برجلي انا تحت من صباطي اقسم فمي باسم الرحمن وتمشي شعره من الكلاب ديولي كان وعدك هذيك المونيكا ديال بنتك غندوز عليها من اللودن حتى اللودن كلابي لا بغيتيني ما ناديش لك هاد الكلاب هادو غادي تجي لعندي دابا ورا البطوار غادي تلقاني كنتسنى فيك انا جاي عندك ورا البطوار ولكن كلابي ما تمسهمش يلا انا جاي عندك قتلنا انا وما تقتلش كلابي يلا حيد انا دابا بفو كلب كلابي لا جيت يا الكلب تعال مرحبا بك عندنا اليوم الفاريه معاك فارا معايا وما تفارقش مع كلابي هذوك الكلاب احسن منك انت الكلب وافي عليك انت حشومة نقول لك كلب حد الكلب راجل عليك ووافي عليك شاف مولاه شي كيبدا يدير قشني وما تقتلش كلابي الفاريه معاك انت غنفارقش معاك انت غيبقى وحدايا واحد من هنا كتسمع شنو نقول لك غنفاريه معاك دابا عزيز تكلف به قشني ولكن كلابي ما غيبقاوش يحملوك كلابي غيحقدوا عليك حتى قتلتي مولاهم قدام عينيهم حتى هما غينتقموا عقل على هذا الكلام اللي قلت لك الكلب ديالي غينتقم منك انت الكلب عقل عزيز قتلو صفي لي دابا يا صاحبي كنا حباب وفاميلا شوقي ولينا بين نار وليلة وش شبت الباباي صاحبي كنا حباب وفاميلا شوقي ولينا بين نار وليلة بحال
السلام عليكم الخوت، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المهم الخوت الميساج ديالي راه مفهوم ومفهوم بزاف. كنتمنى اللي شاف هذا الميساج هذا ما تنساش تعاون معايا بواحد لايك وبارطاجي الفيديو وتابونا في القناة المادي تابيت باش يوصلك الجديد ديالنا. والناس اللي ما ماركينش على الجرس ضرورة الاخوان تورك على الجرس. والناس اللي كيسولوني تما تيقولوا لي متى كتلوح؟ كل جمعة الخوت فيلم جديد مع السبعة، كل جمعة فيلم جديد. تبارك الله عليكم.